انتوا طيبين. اعياد الكريسماس هلت علينا بفرحتها وبالوانها الجميله. النهارده طبعا زي ما انتوا شايفين وزي ما انتوا سامعين الاغاني الحلوه والجو الجميل اللي احنا فيه، احنا النهارده بنحتفل باعياد الكريسماس اللي موجوده في كل انحاء العالم. انا وانتوا طيبين وكل سنه وكل اصحابي طيبين. خليكم معانا النهارده، حلقتنا حلوه جدا فيها حاجات حلوه جدا. Ranger paws, out jumps good old Santa Claus, down through the chimney with lots of toys, all for the little ones' Christmas joy. Ho, 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 who would go? Ho, 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 who would go? أصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الأشغال، وأكيد أكيد لازم تكون مرتبطة بالأجواء اللي احنا عايشينها اليومين دول. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ طبعا سهلة وواضحة، ولأول ما عمل لكم كده هتعرفوا هي ايه. احنا هنعمل شجرة الكريسماس، شجرة الصنوبر اللي شكلها مميز جدا جدا وليها ريحة حلوة قوي قوي. دايما كتير من الناس بيستخدموها في ان هم يزينوا عليها حاجات والوان واجراس وشكل بابا نويل، وكمان علب هدايا، ودي دايما بيبقى موجود تحتيها علب الهدايا اللي كتير من اصحابي بيروحوا وياخدوا الهدايا من تحتيها وبيفتكروا ان بابا نويل هو اللي جابها، لكن كلنا عارفين طبعا ان بابا نويل اسطورة زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب دلوقتي بقى خلينا نعرف على طول مين اللي هيساعدني معايا النهاردة، وكمان هنستخدم ايه المكونات اللي هنستخدمها في العمل الفني اللي احنا هنعمله النهاردة. اسمك ايه؟ يوسف. يوسف، وانت كمان اسمك ايه؟ اسمي لينا. لينا، لينا ويوسف هتساعدوني؟ اسمع، مستعدين تساعدوني؟ مستعدين يساعدوني. دلوقتي بقى هنقول الخطوات اللي احنا نعملها او الحاجات اللي احنا نستخدمها. في عند المكتبة كده بيبقى في ورق زي الفوم، تخين شوية وطري حبة كده، وبيبقى من قدامه ومن ورا كمان عليه جلاتر، يعني مش هنتعب نفسنا ابدا في ان احنا نحط جلاتر ونرش عليه. كل اللي احنا نعمله ان احنا هنجيب شكل شجرة الكريسمس او شجرة الصنوبر ونقص عليها الشكل ده، وبعد كده هيبقى عندنا شكل الشجرة عادي جدا. طيب ايه هي الفكرة اللي معانا النهاردة؟ ان احنا نزينها عادي، ما احنا بنزين كل الكروت وكل الحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها. الفكرة النهاردة هي ان احنا بعد ما هنعمل الشجرة دي هنعمل واحدة تانية زيها بالظبط ونفس المقاس. اهو اتنين. ايه برضو الفكرة اللي فيها؟ الفكرة اللي فيها ان احنا هنجيب المقص وبعد ما نعملها كده هنقوم قصينها بالطول من فوق كده عشان تبقى بالشكل ده، والشجرة التانية اللي شبهها من الناحية التانية هنقوم قصينها بس من تحت من الساق بتاعتها فعشان تبقى بالشكل ده. فلما نحط دي على دي نركبهم في بعض كده تبقى شكل الشجرة الحقيقية. ممكن نعمل لها قاعدة من تحت اللي بيها ان احنا نحطها على المكتب بتاعنا، او نزين بيها البيت، او حتى ممكن نعلق فعلا عليها حاجات زي اللي بتتعلق على الشجرة الحقيقية. بس احنا بقى النهاردة هنكتفي بان احنا نلزقها ونلزق عليها برضو من نفس الخامة اللي هي الفوم القوي ده، في منه الوان تانية كتير، فاحنا ممكن نقص شكل فيونكة، شكل جرس، شكل دوريات كده حلوة من اللي بتزين الشجر. طيب هنستخدم اللزق، هنستخدمه ايه؟ اي لزق عندنا ممكن يلزق العمل الفني ده، بس عشان احنا بنصور وكده فالاسرع بالنسبة لنا ان احنا نستخدم مسدس الشمع. مش هقول لكم تاني، انتوا عارفين طبعا ان مسدس الشمع ده صعب جدا ان احنا نستخدمه لوحدنا، فلازم يبقى فيه مين معانا؟ مين يبقى معانا؟ ها قولي لي يا لينا، ينفع استخدمه لوحدي؟ نو لازم يبقى حد معايا كبير، صح؟ صح. تمام، ينفع استخدمه لوحدي؟ لا، لازم حد ايه جرام، صح؟ اوكي. We got into a drifted bank and then we
ايه رأيكم بقى؟ حلوة صح؟ طلعت فكرة جميلة وجديدة، وايه محتاجة بس تتثبت، نعمل لها قاعدة وتتثبت ونشيل منها بقى الايه الهاشز او اللي هي الخيوط بتاعت المسدس الشمعي دي، ونثبتها كده وتبقى ايه احلى هدية، صح ولا لا؟ تمام جدا جدا، وتبقى جميلة، ممكن نزين بيها البيت بتاعنا ونحتفل بأعيادنا الجميلة. مظبوط؟ أصحابي أحلى حاجة في العيد إيه هي؟ طبعا هدية العيد، كلنا بنحب الهدايا وخصوصا في مناسبات، وكمان خصوصا لما يكون في أعياد كريسمس. من هنا جت أسطورة بابا نويل. أسطورة بابا نويل، وطبعا كلنا عارفين شكل بابا نويل، دقن البيضة الجميلة، الطرطور بتاعه، وكمان اللبس الأبيض والأحمر، والحزام اللي بتوكة ذهبي جميلة. كمان بيبقى معاه شنطة حلوة وبيبقى مليان فيها الهدايا، وكمان بيبقى راكب عربية بيجرها حيوانات الرنة، بيطير فوق، وكل الأطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام وما بيتعبوش بابا وماما كلهم بيناموا وبيتمنوا أمنية أو بيتمنوا هدية حلوة، وأول ما بيصحوا بيلاقوا الهدية دي. عايزة أقول لكم على حاجة، كتير من أصحابي لغاية دلوقتي مصدقين إن في بابا نويل، وكمان نفسهم يشوفوا بابا نويل ويسلموا عليه، لكن هو فعلا أسطورة، لكن كل واحد بيعمل حاجة حلوة أكيد أكيد هيبقى له هدية حلوة قد كده. أصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة المطبخ، وزي ما انتوا شايفين معنا ايه دي؟ أصحابي الموجودين معايا أعرف أسميهم الأول، اسمك ايه؟ نور. ملك. ملك. عبدالله. عبدالله. نور وملك وعبدالله، ايه دي؟ استروبري. برافو عليكم. ولونها ايه الاستروبري؟ خضرة؟ ريد. اللون الريد اللي مال المكان ده. انا لابسه ريد وانت لابسه ريد، وانت لابسه ريد وانت لابسه ريد. الله، والاطباق ريد، والاستروبري لونها ريد، والبالونات. هو اللون الريد ده بيفكرنا بايه؟ حد يعرف؟ بالجرين. يفكرنا بالجرين؟ لا، مفيش لون بيفكر بلونه. اللون الاحمر ده بيفكرنا بالاجواء الجميله اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، جو الكريسماس وجو السنه الجديده. فطبعا زي ما احنا لابسين كلنا لون احمر، اللون الاحمر اول حاجه بنفتكرها لبس الكريسماس او لبس بابا نويل او ماما نويل، زي ما انت لابسه كده. ايوه، اللبس الجميل اللي انت مختاراه. وطبعا دلوقتي احنا معانا الاستروبري برضو لونها ريد، لونها احمر، وهنعمل الاكلة الجميلة اللي كلنا بنحبها، الفاندور. كلنا بنحبه صح؟ ايه بقى هنعمله؟ هنحط الستيكس. موضوع سهل وبسيط جدا جدا، مش محتاج. هنحط الستيكس فيها الفراولية او الاستروبرية، ونقوم حطناها في الشوكلت، وايه ونقوم حطناها بعد كده في بقنا. ماشي؟ مستعد يا عبد الله؟ انا هاكل الاستروبري دي. لا. لا، انا اللي هاكل الاستروبري دي. لا. لا ليه؟ مش عايزاني اكل الاستروبري. هتاكليها كلها؟ طب مش لما نعملها الاول؟ تيجوا نعملها؟ يلا بينا نبدا نعمل الاستروبري. What fun.
خلصنا شكل الشوكليت في الفراولة اللي احنا كنا بنعملها النهاردة. وزي ما انتم شايفين كده اصحابي مستمتعين جدا جدا بطعمها. سيبكم بقى عشان انا ادوقها كمان. اننا كنا بنتكلم عن بابا نويل وعن لبس بابا نويل الجميل، احنا كمان لازم يكون لنا لبس جميل بس في العيد. لازم نختار لبس العيد بتاعنا يكون مناسب لينا ويكون كمان جميل علينا، ولازم كمان يكون لينا شخصية في ان احنا نختاره، بس مش الشخصية في ان احنا كمان ما نسمعش كلام الكبير. لازم نسمع كلام الكبير لان هو اكيد اكيد عايز لنا الخير. يعني مثلا مامي ممكن تقول لنا ده مناسب ليك وده مش مناسب ليك، يبقى نسمع كلامها وكمان يبقى لنا شخصية في اختيار الالوان واختيار الشكل بس بعد ما نسمع كلام بابا وماما. كمان في مجموعة من اصحابي بيحبوا ياخدوا العيدية بدل الهدية ويشتروا هم اللي هم عايزين. عايزاكم تتواصلوا معايا من خلال الجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب شقاوة شطار باللغة العربية، وتقولوا لنا هتعملوا ايه بالعيدية وهتشتروا ايه في العيد. دلوقتي هنعمل حاجة حلوة جدا جدا في فقرة الورشة. معايا اصحابي هتعرف عليهم هم اللي هيساعدوني، وبعد كده اقول لكم احنا هنعمل ايه. اسمك ايه؟ لينا. لينا، وانت اسمك ايه؟ آسر. آسر، آسر مستعدة تساعدني؟ هتساعدني؟ اوكي، ولينا هتساعديني؟ اوكي. خلينا دلوقتي نشوف ايه الحاجات اللي احنا هتتطلبها العمل الفني اللي معانا. احنا عاوزين يبقى معانا سولاتاب وعلبة فاضية، ممكن تبقى علبة لمبة مثلا، وكمان ورق هدية. الحاجة اللي احنا هنعملها النهاردة هنعمل علبة هدية زي اللي في ايد اسر كده. ارفعها يا اسر، ارفعها وريها لاصحابك. ايوة، شوفوا علبة هدية متزينة ازاي. العلبة دي بنزين بيها شجرة الكريسماس علشان يبقى شكلها جميل وفيها حاجات كتيرة زي البابا نويل والجرس وال